تفضل استعرف تاجيني. معلش اختي وهيبة مدام يعني كما قلتي المكان ضيق وكذا، ان شاء الله ربي يرزقكم بمسكن واسع ان شاء الله، ان شاء الله عاجلا لا آجلا. والدين يسر، الدين يسر، والدين يرفع عنا الحرج لتحصيل أجر الجماعة، باش يعني يكون عندكم أجر الجماعة، تصلوا جماعة في البيت، وهذا أمر مريح وأمر مشرف، وجه من وجوه الخير في المجتمع نتاعنا كي يصليوا صلاة الجماعة في البيت، لأنه أجر الجماعة يحصل بصلاة الجماعة، والجماعة تتحقق باثنين فأكثر، اثنين ولا اكثر هي الجماعه، واجرها عند الله كبير، كما انبأ النبي صلى الله عليه وسلم 27 درجه في صلاه الجماعه، ولا في حديث اخر 25 جزءا. زوجك يعني باش يتقدم قليلا قليلا، ولو كان يعني رجلها هكذا تتقدم شويه، وانتم تكونوا في كامل في صف واحد، انت تكوني مع اولادك في صف واحد، هذا يجوز شرعا، اطمئني 100%، ما عندكش يعني ولا حرج، بل اكثر من ذلك قادرين كامل تكونوا في صف واحد، قادر كامل يعني الامام اللي هو زوجك وانتوما مع يعني كامل مع اولادك قادرين تكونوا في صف واحد، هو يتقدم ب ولو كان بسنتيم ولا سنتيمين يعني فقط، يعني ما يبرز بانه هو الامام فقط ليس الا، يعني في هذا الامر فيه سعه، والفقهاء فصلوا في هذه المسألة أيما تفصيل بما يرفع الحرج عن الناس، وقد قال ربنا جل جلاله في سورة الحج في آخر آية، الآية 78، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن اطمئن، نسأل الله لك القبول، وذي قبل ربي إن شاء الله، هذا عاوز استقبالي تعليم فائدة. أكيد. وتمثنا واهي بثناك الظلم دو خام مركزي يخدم الإمام داخل بخام، ثناك مادام يضيق وخام أمشي قلق عن الظل وكذا، يجوز للناد بلي مركزي مادام ذي الإمام هذه الظل هذه قرب شوية غير زداد، نسات وكذا وراوس تلقيه ونصف ذي هذين يجوزن. ذايا كان ذي تقدم كان شوية طرز ذات هكذا ديفان بلين سيد الإمام ذين يجوزن، إن شاء الله ذي قبل ربي في الأول في الأمر.